فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان أحد الشاهدين في عقد النكاح تاركا للصلاة فهل يكون العقد صحيح؟ لا، الذي يترك الصلاة متعمدا لا يزوج من المسلمة، لا يزوج من المسلمة، فالعقد غير صحيح. والآن فيه مأذون الأنكحة يطبقون الشروط، مأذون الأنكحة يطبق الشروط، فإذا لم تتفق الشروط لم يعقد. لا نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.